السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، في حلقة جديدة ومتنوعة برنامجكم اليومي تراحيب، ونقول مساك الله بالخير يا أحمد. مساك الله بالخير. مرحبا وسهلا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله وكذلك مستمعينا عبر موجة 97 FM. وفي حلقة الليلة بنتكلم مع ضيوفنا عن مواضيع صحية واقتصادية وفنية متنوعة. نعم بإذن الله تعالى، وأيضا راح نستعرض أبرز الأنشطة اللي تشهدها بلادنا الحبيبة قطر من خلال سلسلة من التقارير المتنوعة. نعم يا خالد. مشاهدينا الكرام، البداية مع انطلاق فعاليات المنتدى العربي حول بناء القدرات الإحصائية لثورة البيانات الذي تنظمه وزاره التخطيط التنموي والإحصاء برعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. نحن نلتقي اليوم بقية الاتفاق على خارطة طريق تمهد لنهضة جديدة في البيانات، تهدف إلى تحديث وتطوير البنية الإحصائية الوطنية وتوفير المؤشرات التي اعتمدتها اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة في دورتها السابعة والأربعين، والتي تقيس مدى التقدم في تحقيق أهداف وقايات أجندة التنمية المستدامة العالمية 2030. تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، انطلقت فعاليات المنتدى العربي حول بناء القدرات الإحصائية لثورة البيانات الذي تنظمه وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع منتدى الشراكة في الإحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ننظم هذا المؤتمر حتى نتباحث حول إمكانية الحصول على بيانات كافية وبطريقة مناسبة، واستغلال كل طرائق ووسائل جمع البيانات الإحصائية من وسائل تقليدية ووسائل غير تقليدية. ولذلك التركيز في هذا المؤتمر هو على ثورة البيانات، وهي المتعلقة بالوسائل الحديثة، بحيث تكون قابلة للاستخدام كمؤشرات يبنى عليها السياسات التنموية صحيحة ومناسبة. يستعرض المشاركون في المنتدى العديد من التحديات التي تواجه الإحصاءات الرسمية في المنطقة العربية، منها ما يتعلق بسرعة الاستجابة لمتطلبات أجندة التنمية المستدامة من البيانات وتمويل الأنشطة الإحصائية واستخدام الابتكار والتكنولوجيا والبحوث التطبيقية في العمليات الإحصائية. يشارك في هذا المؤتمر الخبراء الدوليين يمثلون المنظمات الدولية المعنية بالإحصاء، وأيضاً الجهات الإقليمية والمحلية والدولية، فهذا كله إن شاء الله راح يساعد في عملية بناء القدرات الإحصائية في مجال ثورة البيانات اللي يشهدها العالم، وطبعاً كلها أيضاً تصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأيضاً أهداف التنمية ما بعد 2015. هذا ويأتي انعقاد المنتدى في ظل الالتزامات العالمية التي جاءت بعد اعتماد دول العالم ومنهم دولة قطر لأجندة التنمية المستدامة 2030 وما تلاها من التزامات تنموية كتحديث الأنظمة الإحصائية الوطنية بغية توفير البيانات اللازمة لرصد تنفيذ تلك الأهداف. هذا المؤتمر يأتي نظراً للحاجة الماسة. خلال السنوات القليلة الماضية كان هناك تدفق كبير للإحصاءات من القطاع الخاص وأيضا من القطاع الرسمي، وهذا ما يعرف بالبيانات الضخمة، فبالتالي هناك عدد يعني كمية هائلة من المعلومات تنتج داخل الدول، وهذه المعلومات بحاجة لتنظيم وتصنيف حتى تنشر بشكل صحيح لمختلف المستخدمين. ومن المتوقع أن يخرج المنتدى بخارطة طريق تحدد خطوات بناء القدرات الإحصائية بهدف توفير البيانات للمستخدمين الوطنيين والدوليين في الوقت المناسب، واستخدامها في اتخاذ القرارات على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. هذا. وفي الرياض انطلقت أمس يوم الأحد منافسات بطولة العالم للدراجات الهوائية، والتي تستمر حتى 16 من أكتوبر الجاري، وتشهد طبعا هذه البطولة مشاركة أفضل الدراجين في العالم، وتنظم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط. بمشاركة أكثر من 1000 دراج يمثلون 75 دولة، انطلقت منافسات بطولة العالم للدراجات الهوائية على الطرق الدوحة 2016. البطولة التي تستضيفها بلادنا خلال الفترة من 9 إلى 16 أكتوبر الجاري تنظم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، ويتنافس خلالها أفضل وأشهر أبطال سباقات الدراجات في العالم ضمن 12 منافسة مختلفة. وقد بدأت منافسات البطولة بالسباق ضد الساعة الذي يعد أحد أصعب السباقات وأكثرها إمتاعاً خلال البطولة، حيث تكون فيه المهارات الفنية وروح الفريق أكثر أهمية من مجرد القوة البدنية. وتكون المنافسة مليئة بالتحدي على طوال الطريق بين خط الانطلاق من مجمع لوسيل الرياضي وصولا إلى مدينة الدوحة، في حين تزداد صعوبة التحكم في الدراجة في المسار المتعرج داخل جزيرة اللؤلؤة حيث خط النهاية. وتأتي استضافة بلادنا لهذا الحدث الرياضي الكبير تأكيدا على المكانة والثقة الكبيرة التي نالتها قطر في هذا المجال، كما ستنعكس أهمية استضافة هذا الحدث في مستوى التعريف والترويج للسياحة في الدولة. وتشهد هذه البطولة تغطية إعلامية كبيرة، حيث يعج المركز الإعلامي للبطولة بالطواقم الصحفية التي قدمت من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب التغطية الإعلامية المحلية لهذا الحدث العالمي. وتشير التوقعات بأن يتابع هذه البطولة أكثر من 500 مليون متفرج حول العالم. ومواكبة أيضا لهذه البطولة تم افتتاح جسر لوسيل بشكل مؤقت أمام حركة المرور، وذلك تفاديا لأي ازدحام وتسهيل لتنقلات المقيمين في منطقتي اللؤلؤة ولوسيل. أيضا تم ولله الحمد افتتاح طريق لوسيل، جسر لوسيل اللي هو المؤدي من دوار لاجونا لغايه دوار عنيزه. طبعا هذا الجسر فقط بيكون مفتوح اثناء قامت بطوله الدراجات الهوائيه. الطريق هذا بيكون مفتوح فقط اثناء البطوله لغايه 17 اكتوبر. هذا الطريق اصلا هو تم فتحه اليوم للتخفيف على الغاطنين لمنطقه اللاجونا اللي هم في جراند حياه وكذلك الريدز كارتون، خفف عليهم، يعني ممكن يطلعون يتحركون من دوار لوسيل لغايه دوار عنيزه، ومن عنيزه ممكن يروح يتجه على الخور او الشمال او على الدوحه. حتى لو كان السباق شغال ممكن يتخذون الطريق بيكون مفتوح باذن الله. وكذلك اللي بيتحرك من الدوحه لغايه اللؤلؤه ومنطقه اللاجونا ومنطقه ساكنين الريلز كارتون ممكن يتحركون من دوار عنيزه باتجاه الطريق هذا. الطريق هذا ان شاء الله بيكون فقط مفتوح لغايه 17 اكتوبر. وفي شأن متصل تسهم غرفة العمليات الخاصة في اللؤلؤة بمتابعة مسار السباق والإشراف الدائم على حركة الطرقات وتنقل المشاركين على طول مسار السباق. طبعا احنا في غرفة عمليات اللؤلؤة المختصة ببطولة العالم للدراجات على الطريق 2016، وطبعا احنا استحدثنا عدة أنظمة، منها النظام طلع اللي راح يكون مختص بالكاميرات، الكاميرات اللي على الدوريات المختصة بالطواف، وعندنا كاميرات اللؤلؤة اللي راح تبين لنا مسار الطواف من بدايته حتى نهايته، وعندنا نظام نجم اللي راح يكون مختص بمسار السباق ونشر الدوريات وتتبعها. طبعا عندنا احنا 4 هواتف خاصة بالاستفسارات والشكاوي لسكان اللؤلؤة. نشتغل على أنظمة جديدة بتعليمات وتوجيهات رئيس اللجنة الأمنية العميد علي سلمان، خاصة برنامج مدون الأحداث اللي يشمل جميع الجهات الأمنية المشاركة، وإرسال المعلومات أول بأول لجميع الجهات، بالإضافة إلى إضافة كاميرات على الدوريات الأخوية، بالإضافة إلى دوريات المرور لتتبع السباق. في المقدمة تكون في دورية لنقل المعلومة أول بأول، بالإضافة إلى المؤخرة في دورية وضابط عمليات، بالإضافة إلى الهليكوبتر في ضابط عمليات يرسل لنا المعلومة أول بأول ونقل الصورة لتسهيل العمل على العموم. وفي الشأن الصحي وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تطلق الجمعية القطرية للسرطان مؤتمر سرطان الثدي تحت شعار المعايير الحالية والآفاق الجديدة خلال يومي 28 و 29 أكتوبر الجاري. نعم، وللمزيد حول المؤتمر وأبرز أهدافه معنا في الاستديو الشيخ الدكتور خالد بن جبر الثاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان. مرحبا ومسهلا فيك دكتور، حياك الله في استديو تراحيب. الله يحييكم، وأنا سعيد جدا إني معاكم في هالبرنامج. سعد بركة دكتور. يا مرحبا بك دكتور. دكتور، بالبداية لو نتكلم عن المؤتمر وأبرز ما جاء فيه بالإضافة إلى الدول المشاركة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المؤتمر هو مؤتمر عالمي، احنا دائما نعقد مؤتمراتنا بمعدل كل سنتين، ساعات يكون كل سنة، يعتمد على الظروف والوقت. من حوالي سنة ونص ارتئينا أنه فعلا نعاني من مشكلة، ومشكلة مش بس في قطر، في المنطقة كلها، لقضية سرطان الثدي. طبعا احنا عملنا أكثر من مؤتمر بالنسبة لهذا الموضوع، ولكن دائما نحرص أن تكون مؤتمراتنا مختلفة جدا عن كل المؤتمرات في المنطقة لعدة أسباب. السبب الأول أنه دائما نحاول نقف على التقنيات الأخيرة الموجودة في العلاج، يعني حتى من اسم المؤتمر لو تنظر له آخر تقنيات العلاج، وفي نفس الوقت وين رايحين وين ممكن نطور من قضية العلاج. القضية الثانية واللي هي الأهم بالنسبة لي هي عقد ورش للجمهور، خاصة للنساء، لأن هذا المؤتمر للنساء، فيكون في ورش للنساء عامة مش للأطباء. الأطباء وضعهم مختلف تماما، برنامجهم مختلف، كل برنامج يكون طبي، في برنامج طبي بحت. وعلى هامش البرنامج هذا عندنا 4 ورش كبيرة نستضيف فيها أطباء من مختلف دول العالم. وبالنسبة لمؤتمرنا عندنا فريق نمساوي، طبعا نمسا من الدول المتقدمة جدا في قضية علاج سرطان الثدي. وكان التنظيم بيننا وبينهم لفترة طويلة، وكذلك نستضيف أطباء اللي ممكن يشوفون بعض الحالات ويساعدون في بعض الحالات بالتعاون مع زملائهم في مؤسسة حمد. نعم دكتور، يعني الآن ينصح بالنسبة للناس المصابين، بالناس اللي يمكن يكون عندهم تاريخ أسري بالإصابة بأنواع مختلفة من السرطانات، المداومة على 6 شهور، بعد 6 شهور ولا بعد سنة، أنه يسوون مثلا التحاليل أو تشيك أب عشان يتأكدون. إحنا نعرف أنه في القولون دائما يقولون أن الواحد وصل عمره أكثر من 50 سنة لابد أنه يسوي له فحص يشيك على نفسه، ولكن نعم. بالنسبة لسرطان الثدي الحين في ارقام مهوله تبين لنا ان اصلا في فتيات صغار بالعمر يصابون بسرطان الثدي، فوين المشكله؟ وش اللي لازم يصير الحين؟ انت سالتني 10 اسئله في سؤال واحد، لكن بالعكس نقطه مهمه جدا. نعم. بس برجع بسرعه على سرطان القولون. سرطان نعم. القولون طبعا مثل ما تفضلت ينصح بأن بعد سن ال50 انه نعم. يكون يعمل منظار كل سنتين، نعم. اذا كان في تاريخ اسري طبعا كل سنه، ويعتمد نعم. على علاقة المريض بالطبيب نفسه، نعم. أو علاقة الشخص بالطبيب نفسه. نعم. بالنسبة لسرطان الثدي ذكرت نقاط مهمة. النقطة الأولانية اللي هي أن احنا الآن في المنطقة نرى حالات في سن مبكرة، يعني لما نقارن الغرب نتكلم من 55 سنة وما فوق، نعم. لما نقارن المنطقة نتكلم في الثلاثينات، في 35، في 40، وهذا يعني شيء يعني نحاول الوقوف عليه. ما في أسباب واضحة لهذا الموضوع، ولكن نحاول بقدر الإمكان قضية التوعية وقضية الكشف المبكر، لأن سبحان الله في سرطان الثدي الكشف نعم. المبكر يعني الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى نعم صحيح. تقريبا 100% في جميع الحالات. لذلك دائما ننصح الأخوات بأن قضية الفحص الذاتي ممكن السيدة تتعلمه نعم. والطفلة البنت تتعلمه صحيح. وسهل جدا وتسوي مرة كل شهر صحيح. في حال اكتشاف أي تغيير تليف معين ولا حاجة مش معين. يعني أنت لو شفت انتفاخ أو ورم بسيط، حبة طلعت صحيح. أو شيء، على طول توجه للطبيب، لأنه ما راح تضرك إذا اكتشفت أن هذا مجرد صحيح. يعني عرض صحي بسيط وتستأصله مثلا. نعم. غير عن لما تتركه مع الوقت، لأن التغيير يبتدي في سن مبكر ولا يظهر إلا في سن متأخر. نعم. فلذلك يعني نحرص أن أنت تكون واضح بالنسبة لهذه الأمور خاصة مع السيدات. نعم. وأن هم يعني يكونون ألم وأدرى بأجسادهن وبطريقة الفحص الذاتي. نعم. هذه الطريقة اللي يعني أثبتت نجاحها في كثير من دول العالم. هذه تكون الطريقة الأولية يعني لبداية الكشف يعني أو اكتشاف. بالنسبة للنقطة اللي ذكرتها، نقطة إذا كان في تاريخ عائلي، طبعا هو معدل 5% من الأشخاص اللي عندهم أو السيدات اللي عندهم تاريخ عائلي بالإصابة تزيد نسبتهم بنسبة 5% أكثر من الآخرين. نعم. ولذلك ينصح بأن دائما يكونون يعني متحسسين بالنسبة لهالموضوع. نعم. أو حرص أكثر، يكون في حرص من الآخرين. نعم. والشفاء عند الله سبحانه وتعالى بإذن الله تعالى. يمكن دكتور بنرجع لموضوع المؤتمر، لكن سؤال فضولي مني بالنسبة ذكرت أنت بداية حديثك أن فيه النسبة عندنا أو في منطقتنا أكثر من نسبة في الخارج، هل هو له علاقة في المناخ أو درجات الحرارة المرتفعة عندنا؟ البعض شو يسوي مع درجات الحرارة؟ البعض يأخذ أمور مضادات الأعراض حتى وصلوا لدرجة أنهم يأخذون إبر لمنع تسكير المسامات لمنع ظهور العرق. رأيك في الموضوع؟ والله شوف، رأيي الشخصي. نعم. أول شيء طبعا السبب في أنه الإصابات في سن مبكر ما حد يعلم به. قد يكون التلوث بيئي، قد يكون بعض الأطعمة، قد يكون العادات السيئة. يعني معنى العادات السيئة مش بهذيك الدرجة بالنسبة لي أنا. إلا في عادة التدخين اللي بدأت تزيد عند السيدات. نعم. في مجتمعاتنا، ما أقصد قطر ولكن أقصد المنطقة المجتمعات على وجه بشكل عام. نعم. بالنسبة للأشياء الثانية، استخدام المواد الكيماوية الموجودة هذه بعد قد يكون لها سبب غير مباشر. وفي ملحوظة حقيقة أنا من هالمنبر الطيب ودي أقولها، نتلقى اتصالات كثيرة اليوم أنه في أشخاص يروجون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مواد تحسن الجسم ومواد تقاوم السرطان. والله يعني نرى مآسي، وأنا أقولها بشكل رسمي، إحنا في الجمعية ليس مسؤولين عن يعني توثيق أي مادة معينة أو نقول بأن هذا المنتج كذا أو هذا المنتج كذا، هذا ليس عملنا. إحنا نحرص الإخوان والأخوات قضية شراء بعض المنتجات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي يجب أن نكون حريصين فيها. دول الخليج وقطر اليوم في كثير من المواد المسجلة المسموح فيها واللي فيها معايير دولية ومسموح باستخدامها، يعني حرصوا على استخدامها. يعني ما انجر وراء شخص في او يعني رجل او امرأة في مواقع التواصل الاجتماعي يقول أنا جربت المنتج هذا جيد أو جربت المنتج هذا. الكثير من الأخوات والإخوان يستخدم كثير من الأمور للشعر، يقول لك هذا يحسن الشعر. أنت كل هالمواد الكيميائية اللي تأخذها تؤثر على الكبد. نعم. وما نعرف نتائجها لأن ما نعرف مركباتها، وكلها مواد جديدة. صحيح. ولا تظهر نتائجها إلا بعد 10 سنوات إلى 15 سنة. وفعلا احنا نقول إذا كانت هذه المواد مجازة رقابيا من الجهات المسؤولة فأنت في ضمن الحدود المعقولة والمعايير الدولية المسموحة. بالضبط. بالضبط. أما أن أنت تروح وتأخذ ولا تطلب عن طريق موقع أو تكلم شخص ويجيك مندوب، يعني قاعدين نشوفه وتجينا اتصالات بشكل يومي. إحنا نتكلم عن واقع للأسف أليم، يعني يمكن عند خواتنا يكونون بعض الأحيان يكون الانجراف وراء مثلا الإعلانات التسويقية اللي نشوفها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي ممكن أن تسبب مشاكل صحية، فما بالك أن أنت تستخدم أدوية ساعات مجازة طبيا ولكن فيها سايد افكت. الدكتور هو الوحيد اللي يقول لك والله كل دواء له مضاعفات جانبية. صحيح. لكن ننظر إلى الجانب الإيجابي له. صحيح. يعني أنت ما تأخذ دواء إلا في الضرورة. نعم. ولكن له مضاعفات. لكن في نقطة مهمة بعد ما دام فتحت الموضوع هذا، قضية الكريمات اللي تستخدم. صحيح. كثير من الأشخاص يجهل بأن الجلد هو أكبر جزء في جسم الإنسان يمتص هذه المواد. فكثير من الأخوات والأخوان يقول لك لا يا أخي أنا هذا شيء خارجي ما يروح في الجسم، أنت تحطه في مسامات الجسم تمتصه ويروح، وتحليله وين؟ يتحلل عن طريق الكبد. صحيح. هذا يختفي وين يروح؟ وهذا أكبر جزء في الجسم وأنت تحط من هالكريمات ليل نهار. فيعني أرجو أن نكون عقلانيين في قضية. جزاك الله خير. يمكن دكتور نرجع الآن إلى المؤتمر شوي، إن شاء الله الحديث في هذا الموضوع حديث كبير وهذا بحر يعني. صحيح. لكن خلينا نتكلم شوي عن المؤتمر. المؤتمر يحمل جانب التعليم الطبي المستمر، نتكلم شوي عن هذا. والله الحمد لله احنا حرصنا دائما في كل برامجنا اللي نقوم فيها أن يكون في تعاون بيننا وبين وزارة الصحة ومؤسسة حمد. نعم. طول السنوات الماضية دائما برامجنا يكون فيها جزء من التعليم المستمر. جزء التعليم المستمر بيكون في نوع من الحرص على أن يستفيد الجميع من إنتاج المؤتمر نفسه. نعم. ومن المحاضرات الموجودة في المؤتمر. صحيح. ويحضر المؤتمر بشكل منتظم، ولهذا السبب لو نظرت إلى جدول المؤتمر احنا خليناه يوم الجمعة ويوم السبت. ممتاز. حتى ما يعني نعطل الإخوان عن عملهم. صحيح. وما يعتذر الكثير عن عدم الدكتور، يعني أي واحد ممكن بس هو الأطباء. الورش لا بالنسبة للسيدات. أما بالنسبة للمحاضرات نفسها وبرنامج المؤتمر موجه للأطباء وللفنيين. نعم. يعني من الممرضين وأخصائيين. نعم. طبيين. نعم. لذلك التعاون مع وزارة الصحة أطلقوا 7.5 ساعات من التعليم المستمر، هذا شيء طيب. ممتاز. لأن أعتقد في السنة لازم هم عندهم ساعات لابد أن يتم اجتماع. نعم. يعني حوالي 40 ساعة أعتقد في السنة. نعم. فأنا ناخذ 7.5 ساعات، هذا جزء طيب جدا. معناته أن في ثقل كبير للمؤتمر نفسه. نعم. وفي حرص من الإخوان المسؤولين على أن ينجح هذا المؤتمر. فهذا بحد ذاته يعطيك دليل بأنه فيه نوع من الاهتمام في ما نقوم فيه احنا كجمعية وبالتعاون مع الجهات الرسمية. نعم دكتور، يعني أنت ما يخفيك أن سبحان الله الخلية السرطانية يمكن هي الخلية اللي لا تشيخ ولا تموت ومشكلة الانشطاب تتغير يعني المشكلة يعني حتى. نعم. الواحد يعني أنا أذكر في مرة من المرات في أمريكا دائما يسألون الواحد لما أنت تكون مثلا مريض في مرض لا قدر الله، يقول لك وش الصيدلية اللي كنت تتعامل معاها، نبي الميديكال ريكوردز حقها، وش الأدوية اللي تاخذها. نعم. أنا أتمنى يعني من هذا المنبر أن فعلا أنه يكون هذا الشيء يكون موجود عندنا، وإن كان مثلا على المستوى الشخصي خلاص أنا أعرف أن أنا أتعامل مع هالصيدلية، ما يخالف أن أنا أخلي لي ريكورد وش الأدوية اللي أنا صرت أنا أخذها على فترة طويلة. وهذه نقطة مهمة يعني من كذا سنة طبعا الإخوان أنا متابع عملهم صار فيه نوع من الرقابة على صرف الأدوية. نعم. لكن مشكلتنا مش في صرف الأدوية، مشكلتنا في المكملات الغذائية، يعني كثير من الأشياء اللي تدخل الفيتامينز اللي موجودة يعني تدخل تحت اسم مكملات غذائية. نعم. سواء كانت فيتامينات أو سواء كانت مواد ثانية. ومثل ما قلت اليوم أصبح عندنا على مواقع التواصل الاجتماعي مليون خبير. صحيح. واحدة تطلع أنا جربت المنتج هذا، جربوا كذا، أكلوا كذا، حرصوا على كذا، يعني كثير من الأمور هذه غير صحيحة. وفي كثير من الناس تنجرف يقول لك لا انا شفت فلان كذا، صارت المصداقية على عدد الفروز عند الشخص خلاص اتباع. احسنت يعني هذه يعني انا اسميها فورة او هبة. نعم. وراح تنتهي، لان بس المشكلة ان ما نبي نخسر الكثير من صحتنا بهذا السبب، بسبب تجارب معينه يمكن ما يكون ما ترتقي الى المستوى العلمي او الصحي. اذا احنا دكتور ودنا نسالك، يعني يمكن الوقت بدا يداهمنا، ولكن المؤتمر هذا وش اللي تمخض عنا من ارشادات، من مثلا امور تقنيه لكم انتم في المجال الطبي، وش اللي تمخض عن هذا المؤتمر؟ يعني شوف هذه المؤتمرات يعني خاصه لما تكون علميه بحته. نعم. نتائجها دائما تكون محدوده معينه، يعني محدودة للأطباء قضية العلاج، لأن نشوف ليس بالسهل أن أنت تغير طريقة العلاج خاصة في قضية السرطان. يعني إذا كان في فعلا إثبات علمي يجزم بأن تغيير طريقة العلاج، يعني مثلا في السابق كانوا استئصال وبعدين كيميائي واشعاعي. الان في كثير من المراكز تبتدي بالكيميائي او الاشعاعي ومن ثم الاستئصال، يقول لك اصغر حجمه وبعدين استأصله في الورم. التقنيات تغيرت، كل هذه الامور العلاجات الجديده اليوم اصبحت متوفره، لكن انت تتكلم عن منظومه الحالات الموجودة لا تقاس بالدول الأخرى. صحيح. ولو أنه في ازدياد يعني، وهذا أنا شيء مخوفني. ازدياد وفي أرقام صغيرة، أعمار صغيرة يعني. نعم. أنا إذا نتكلم عن معدل 4 حالات إلى 5 حالات أسبوعيا بس سرطان الثدي، هذا رقم يخوف. نعم. وإذا نتكلم أنه حوالي والعمر عندك من كم دكتور عفوا؟ في 35 في 40 يعني في حالات كثيره يعني احنا نتكلم سرطان الثدي من 35 إلى 40 سنة، بينما في الدول المتقدمة من 55 يعني. هذا يخوف. انت لو تلاحظ دكتور، العفو على المقاطعه، لو انت تلاحظ النمط الغذائي اللي احنا قاعدين ناكله على مائده الطعام، ما في ترى اكلات فيها انتي اوكسيدنت، مضادات اكسده، وهذه بعد هذه مشكله. هاي طال عمرك، انا وكذا وكذا، بس وين مضادات الاكسده؟ من هالمنبر الطيب، واعرف انه انتم بتطلبون لقاء ثاني، مو لازم نجيبك يا فراس، لازم تضبط لنا لقاء مع الدكتور. لا بالعكس، ودي ابشر الجميع بان المركز التعليمي، مركز اريدو التعليمي اللي انشأناه أصبح جاهز، وإن شاء الله بعد المؤتمر راح ينطلق. وهذا المركز ركزنا عليه واحدة من الأمور، عندنا المطبخ الصحي، اللي هو الصحي. نعلم الأخوات ونعلم الإخوان عن طريقة الأغذية، والطلبة، طلبة المدارس، كل هذه الأمور. مركز للتدريب صحيح. في كل الأمور، عيادة من عيادات الكشف المبكر لتعليم السيدات. يعني ودي ان شاء الله، طبعا راح تكون الدعوه موجهه لهذه القناه اللي هي القناه الرسميه للجمعيه، طبعا واللي احنا نفتخر فيها طال عمرك من انشئت الى اليوم، وهي فعلا مساندتنا ان تشوفون هذا المركز، وهذا راح يكون فخر، وخاصه انه في المنطقه ما في اي مركز انشئ كمركز تدريب او مركز تعليم. والهدف منه ان نحفز الاخوان والاخوات، ويكون في برامج موجوده على طول السنه. الان اكتمل الستاف، وان شاء الله يعني مثل ما قلت، هذه بشاره عن طريق قناه الريان لافتتاح قريبا ان شاء الله بعد المؤتمر. ان شاء الله باذن الله. انا دكتور كان في خاطري سؤال، انا جاوبت عليه، كان في خاطري شو اللي ممكن نسويه المجتمع من ناحيه نشر توعيه ومشاريعكم المستقبليه. يا جماعه المشروع ودي تزورونا من غير الكاميرات تشوفونه، وعقب نرتب لكم الساعات بالعكس ان شاء الله. هذا شيء ضروري، هذا شيء ضروري جدا. بيض الله وجهك الشيخ الدكتور خالد بن جبر الثاني، رئيس مجلس اداره الجمعيه القطريه للسرطان، شكرا لك ولتواجدك معنا، وباذن الله نعد مشاهدينا الكرام بلقاء اخر باذن الله. شكرا لك، بالتوفيق يا دكتور ان شاء الله، الله يكثر من امثالك. الله يسلمك. اذا اعزائي المشاهدين، ما زلنا مستمرين معكم، ولكن بعد الفاصل راح نتابع افتتاح معرض كشتة للرحلات في مركز شباب سميسمة. حياكم الله مجددا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل. افتتح في مركز شباب سميسمة معرض كشتة 5 للرحلات، ويستمر لمدة أسبوع بمشاركة 22 شركة قطرية. نعم أحمد، ويهدف طبعا هذا المعرض إلى ربط التراث بالواقع وبالعادات والتقاليد، وأيضا تشجيع الشباب على الاستثمار في الصناعات المحلية اللي يحتاجونها في مواسم التخييم وفي مختلف الرحلات إلى البر أيضا. تحت إشراف وزارة الثقافة والرياضة، انطلقت مساء السبت فعاليات معرض كشتة الخامس 2016 لمستلزمات الرحلات ومستلزمات التخييم في نسخته الخامسة، والذي ينظمه مركز شباب سميسمة، ويستمر المعرض لمدة أسبوع. أنا سعيد أني أحضر اليوم حفل الافتتاح في مركز الشباب في سميسمة، وهذا المركز صراحة من المراكز الممتازة التي هي تظهر التراث القديم للشباب القطري، يعرفون شباب عاداتهم وتقاليدهم سواء في المجال البري والمجال البحري، وهذه صراحة بادرة طيبة ويشكرون عليها الأخوان القائمين عليها. وأنا كل سنة أحضر هذا الحفل، وصراحة حفل مبهر وحفل ممتاز، وأعطى الشباب فكرة عن الماضي وعن الحاضر وعن مستقبلهم في الوقت الحالي. ويشارك في المعرض 22 شركة محلية تعرض منتجاتها من أدوات الصيد ومستلزمات الرحلات البرية والبحرية والتخييم. ومن جانبه أكد سلطان علي الكواري المدير التنفيذي لمركز شباب سميسمة أن المركز يقوم بتنظيم معرض كشتة للعام الخامس على التوالي، مستغلا النجاح الكبير الذي تحقق خلال الأعوام الماضية والإقبال الكبير من المواطنين لشراء مستلزمات موسم التخييم من هذا المعرض، مضيفا أن المعرض يسهم بشكل كبير على التعرف بالتراث القطري وترسيخ ارتباط الشباب بهويتهم الوطنية. قدرنا ان احنا نحقق اعمال الشباب القطري في تجمع مثل تجمع هذا اللي هو المعرض، وللسنه الخامسه على التوالي، وهذا شيء مو بسيط لمركز شبابي أنه يكون ينظم معارض بهذا المستوى بهذا الدقة، وهذا احنا يسعدنا كمركز ان احنا قدرنا نستقطب هذا الشباب القطري ونرعاهم ونحاول لهم نجمعهم في هذا التجمع الشبابي. وأوضح أن المعرض لا يهدف للربح، وإنما الهدف الرئيسي هو تجميع أكبر عدد من الشباب القطري للمشاركة في المعرض وتشجيعهم على المشاركة في مثل هذه المعارض، بحيث يهدف إلى تحقيق رؤية الوزارة وتقديم ما يفيد الشباب القطري ويعمل على توعيته. وتقدم جمعية القناص مجموعة من الفعاليات للتعريف برياضة الصقارة وعروضاً لأنواع الصقور والسلوكي. وكان المركز قد استعد مبكراً لتنظيم المعرض، وترافق ذلك مع تطوع عدد كبير من الشباب القطري من أهالي سميسمة، وذلك بالتعاون مع المجالس القطرية في المنطقة، بما يظهر روح الفريق في هذا العمل والتعاون مع المركز فيما يفيد المجتمع. ننتقل وياكم أعزائي المشاهدين إلى موضوع آخر، حيث أطلقت أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع معهد الرئيس التنفيذي برنامجها العالمي الرئيس التنفيذي المستقبلي في قطر، وذلك بهدف رفع المعايير القياسية للرؤساء التنفيذيين وصقل أيضا المواهب القطرية. نعم، الحديث أكثر عن هذا الموضوع أهميته معنا في الاستديو الدكتور عبد العزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال. مرحبا بالدكتور وعاش من شاغل. حياكم الله، عاشت أيامكم. مرحبا ومسهلا فيك. حياك الله خالد، حياك الله أحمد. الله يحييك دكتور. ما شاء الله أنتم بين فترة وفترة تطلعون لنا برامج جديدة وتطرحونها للساحة، وكثير ما تبنون من الشباب القطريين، ولكن ودنا نتكلم عن هذا البرنامج التنفيذي اللي عندكم. احنا اليوم السبب الرئيسي في إطلاقنا لهذا البرنامج اليوم، نعم. الإحصائية العالمية تقول أن 50% من كبار المتنصبين في العالم هم من مواليد 1980 فما فوق، يعني نعم. اليوم أعمارهم 35 36 نعم. سنة. في قطر لو عملت هذه الدراسة راح نشوف أن حتى أصغر من هذا العمر يتولون مناصب قيادية وقيادية في غاية الأهمية، لأن المجتمع شاب، المجتمع الفئة العمرية فيه نعم. 15 سنة وأقل عبارة عن 43% من السكان، نعم. المجتمع في نهضة، في حركة كبيرة جدا، فالفرص الوظيفية العليا متاحة بشكل كبير جدا، محتاجة فقط من يكون جاهز لمثل هذه الأماكن. فالتحدي اللي موجود تحدي قائم، لأن الدولة في مرحلة نمو وحراك كبير جدا، لكن ما يصير تصعد قيادات تنفيذية وتسلمهم مناصب تنفيذية عليا وما يكون هو عندهم خبرة أحسن، نعم. ما يكون هو جاهز وما يكون هو معد بشكل جيد، نعم. هذا الهم الرئيسي اللي احنا كنا نفكر فيه، شلون احنا نساعد الدولة في رؤيتها وفي تحقيق رؤيتها 2030، ممتاز. ان احنا نعد لها شريحه من القيادات التنفيذيه اللي راح تكون جاهزه ان شاء الله في يوم من الايام عما قريب انها تستلم مناصبها القياديه وتخدم في الدوله، فهذه الفكره الرئيسيه خلف هذا البرنامج. نعم، يمكن هذا التوجه اللي قاعد نشوف الجميع قاعد يتجه له، خاصه ان كل انسان يكون متخصص في شغله معينه او على الاقل يكون يمسك مكان، على الأقل يكون جاهز من ناحية القواعد أو الأسس. يعني نعم. بالأمس كان مستضيفين أحد الأخوان من معهد تدريب الشرطة، معهد تدريب الشرطة قاعد يقومون دورات الآن، أن العسكري يأخذ دورة تأسيسية عقب يأخذ شهر مكثف تخصص، أيوة. تخصص في شغله، على أساس يدخل شغله يكون فاهم، هذا حتى يسرع أن الشخص يطور من نفسه ويمسك صحيح. المنصب أحسن. بأسرع أحسن. لكن خلينا نتكلم عن البرنامج، مدته كم بتكون؟ البرنامج هذا واحدة من مميزات هذا البرنامج أنه هو عبارة عن شهادة دولية، إحنا مش اللي إحنا ألفنا هذه الشهادة، هذه عبارة عن شهادة دولية احترافية استرالية تمنح من قبل مؤسسة دولية في هذا المجال، ممتاز. لكن اللي خلانا أن إحنا نستفيد من هذا البرنامج أو في هذه الشهادة الدولية أن الشهادة تمنح دوليا لكن مواضيعها محلية، يعني تقدر أنت تصمم محتوى البرنامج على التحديات اللي إحنا قاعدين نعيشها ونواجهها في السوق المحلية، بالضبط، في السوق المحلي، في السوق الإقليمي، في تعاملاتنا مع العالم الخارجي. 15 موضوع كلها مواضيع تهم القيادات، 15 شهر لقاء كل شهر، وفي نهاية هذا البرنامج يحصلون المشاركين على هذه الشهادة الدولية. هي ليست فقط شهادة وإنما أيضا عضوية في شبكة عالمية للمدراء العموم والرؤساء التنفيذيين على مستوى العالم. ممتاز ممتاز. طيب دكتور، الآن ممكن أي واحد من اللي يسمعونا من وراء الشاشة وده أنه يعرف تفاصيل أكثر عن هذا البرنامج أو وده أنه يلتحق فيه، وش هي معايير الالتحاق؟ معايير الالتحاق أنه هو أصلا يكون الآن يسمونه من قيادات الصف الثاني. نعم. يكون ما يكون هو رئيس تنفيذي ويكون ما قبل الرئيس التنفيذي، يعني يسمونها في بعض يعني مثلا السي اف او اللي ماسك السي اف او، مثلا التشيف ادمنستريشن اوفيسر اللي ماسك الشؤون الاداريه والماليه، اللي ماسكين التخطيط الاستراتيجي، يعني هم اللي يكونون مساعدين أو نواب السي او أو رؤساء التنفيذيين في المؤسسات. على مستوى الوزارات هم وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين. في الجامعات هم الفي بيز، نواب رئيس الجامعة، فهم اللي هو يسمونهم ماينس 1، ناقص واحد، اللي هو تحت الرئيس المباشر بغض النظر عن ايش مسمى هذا الرئيس، وزير، رئيس، مدير تنفيذي، رئيس تنفيذي، فهم ماينس 1. الشيء الثاني يكون قضى في هذا المنصب تقريبا متوسط 5 سنوات، فهو عنده خبرة عملية بالضبط، فعنده خبرة عملية في هذا المجال. وبعد ذلك طبعا يكون احنا في هذه الفئة طبعا استهدفنا القطريين فقط، يعني في هذه الدفعة، في الدفعات الجاية ممكن يكون في توجهات ثانية. نعم ممتاز ممتاز. يعني احنا نتكلم عن خطوة كبيرة، انت قاعد تأسس ناس اللي مسك مناصب نقدر نسميها عليا، يعني مناصب جدا مهمة، يعني بيكون هذا الشخص قائد وتحته ايضا يعني مساعدين عدد من الموظفين اللي راح يرأسهم هذا الشخص. خلينا نتكلم عن المواضيع والمحاور اللي تعطى بالتحديد في داخل هذا. اول شيء احمد، هذا اوريدي ماسكين مناصب، نعم، اوريدي يقودون مؤسسات يعني من غايه في غايه الاهميه في الدوله. اليوم احنا نتكلم على مفهوم القياده، نتكلم عن مفهوم اداره التغيير، نتكلم عن مفهوم اداره الابداع في المؤسسات، نتكلم على مفهوم اداره المخاطر في المؤسسات، نتكلم عن قضيه اداره الاستراتيجيه والتخطيط الاستراتيجي، نتكلم عن التفكير الاستراتيجي من موضوعاتنا. ففي 15 موضوع، كل موضوع أهم من الثاني. نعم. الميزة في هذا البرنامج عن غيره من البرامج القيادية اللي موجودة في الدولة اليوم، معظم البرامج اللي موجودة في الدولة ولا يعني نقصا في هذه البرامج، نعم، لكن معتمدة على خبرة المحاضر وخبرة الضيف. نعم. هذا البرنامج هو معتمد على خبرة الحاضر والمشارك. ممتاز. يعني احنا فقط نلقي الموضوع على الطاولة ونطور محتوى الموضوع من خلال المشاركات المختلفة، وليس من خلال هذا الخبير أو المحاضر أو الدكتور أو اللي جاي يلقي محاضرة أو يعطيهم المعرفة. فالمعرفة والخبرة نطلعها من خلال المشاركين، يسمونه participants led program. ممتاز ممتاز. طيب دكتور، أنا بدي أسأل الآن، هذا البرنامج هل هو للمرة الأولى ولا هذه النسخة الثانية؟ هذه المرة الأولى. المرة الأولى. يعني إحنا برنامج كوادر النسخة الرابعة. نعم. اللي هو إحنا برنامج كوادر، برنامج يستهدف القيادات اللي توها طالعة. نعم. توه فريش، خريج جديد أو بيتخرج أو توه متخرج. نعم. استهدفناهم في برنامج كوادر للقطريين. هذا للقيادات الناضجة. احنا ماسكين يعني موضوع القياده من الطرفين هذول. ممتاز. نعم. ممتاز. طيب دكتور، لو نتكلم الان عن مده فتره هذا البرنامج، هم كل 15 شهر يجتمعون شهر واحد فقط، صح؟ كل شهر لقاء واحد. نعم. لمده يعني 8 ساعات. اي 15 شهر. نعم. كل شهر لقاء واحد. اختاروا الجماعه انهم يلتقون يوم سبت، يكون ويكند. نعم. فنلتقي من الصباح الى نهايه اليوم، 8 ساعات تقريبا في اليوم هو البرنامج. يعني دكتور هو يكون يعني 15 موديول كأنه؟ بالضبط. احسنت. لكن ممتاز. كل موديول ناخذه في لقاء واحد. في لقاء واحد. نعم. ممتاز. دكتور، هل انت تشوف انه ممكن انه يحقق الاهداف المرجوه لقاء واحد فقط كل شهر؟ نعم، احنا اليوم فلسفه اللقاء الواحد في الشهر ليس باعتبار ان الجرعه اللي راح ياخذها في هذا اللقاء هي اللي راح تجعل منه قائد. نعم. ولكن الجرعه اللي راح ياخذها في هذا اللقاء تبادل الخبرات اللي راح يحصل مع 15 قائد، لان احنا عندنا 16 واحد من المشاركين. الحد الادنى للمجموعه 12 والحد الاقصى 16 بس. لان اللي تقدموا لنا تقريبا 70 واحد من القيادات القطريه، اخذنا الحد الاقصى اللي هو 16 واحد. فتبادل الخبرات اللي يحصل في هذا البرنامج، التفاعل مع ضيوف هذا البرنامج، النظر للامور من وجهه نظر القطاعات المختلفه هذه، وبعدين نعطيه فرصه بين الشهر والشهر يكون هو يمكن طبق بعض الأفكار. صحيح. اللي سمعها، تواصل مع زملائه. نعم. اللي موجودين في المؤسسات الثانية. لين 15 شهر تكون تفاعلت المعرفة وتفاعلت المهارة مع أيضاً الممارسة والتطبيق على أرض الواقع. دكتور، يمكن اللي يكفي في هذا البرنامج أن النتوركينج الكبير اللي قاعد يصير بينهم، عملية التواصل بين القطاعات، فأنت قاعد تسهل، تعرف أن مثلا والله هذا ممكن يكون أفضل لو إحنا تواصلنا مع الوزارة الفلانية، فأكيد يعني أنت قاعد تجيب المعرفة وتجيب الخبرات أيضاً، وتعرف الأشخاص الفوكال بوينتس اللي أنت ترجع لهم. أو يعني إحنا اليوم في أول لقاء استضفنا أريدو، طرحوا رؤيتهم واستراتيجيتهم لين سنة 2018، واستضفنا مركز قطر للمال عرض أيضا استراتيجيته لين سنة 2022. نعم. صراحة كان تفاعل غير طبيعي في هذه في هذه اللقاءات وتبادل وجهات نظر، لأن كل واحد جاي من قطاعه عنده تجربة في التخطيط الاستراتيجي، صحيح. عنده رؤيته الخاصة، عنده صحيح. العقبات والتحديات اللي واجهها أثناء العمل. فشفنا يعني الواحد في بعض الأوقات، أنا مدرب، يعني أنت تحاول تستجدي المشاركين هم يشاركون، تستنطقهم بالأصح، تستنطقهم بالجسمة. نعم. في هذا اللقاء تبغى تسكتهم يعني من كثر صحيح. التفاعل اللي صار. فأنا أعتقد أن مثل هذه الأمور حق هذه الفئة القيادية نعم. برنامج في غاية الأهمية. نعم، بالعكس، يعني أنت تتكلم عن مدراء، يمكن أنا كرئيس وحدة أو مدير أو كذا أسمع من مدير آخر عنده نفس خبرته أو نفس المنصب، ممكن أسمع أنه تلقى منه أفضل من أسمع من واحد مثلا أنزل مني رتبة أو شيء، لأنه هو ما يعرف الضغوطات اللي أنا أمر فيها، صحيح. ما يعرف الأمور اللي تجري. لكن النظرة الشمولية، ككلنا النظرة شمولية واحدة، قاعد نمر في خط واحد، تبادل أفكار أعتقد جدا مهمة. بيض الله وجهك دكتور عبد العزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، دائما نطمع في كل جديد من قبلكم. الله يوفقكم إن شاء الله، وأنا شاكر لكم هذه الاستضافة، وعساكم على القوة إن شاء الله. يا مرحبا ومسهلا فيك يا دكتور. إذا أعزائي المشاهدين، ما زلنا مستمرين معاكم، ولكن نطلع الفاصل القصير ونتابع بعده تراحيب. حياكم الله مجددا بعد هذا الفاصل. في الاقتصاد، أقامت بورصة قطر ندوة تعريفية عن صناديق المؤشرات المتداولة بحضور عدد من الوسطاء والإعلاميين. تعرف على تفاصيل أكثر في هذا التغريد. في إطار سياسة بورصة قطر التي تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الاستثماري لدى كافة أوساط المجتمع، نظمت البورصة ندوة تعريفية للوسطاء عن صناديق المؤشرات المتداولة. بورصة قطر حريصة كل الحرص على تقديم مثل هذه الندوات، وخصوصا في الآليات الجديدة اللي سيتم إدراجها والإعلان عنها. واليوم خصصنا هذه الندوة بخصوص صناديق المؤشرات المتداولة، وحتى يستطيع من خلالها السادة الوسطاء الاطلاع على الآلية والإجراءات. وفي نفس الوقت حقيقة احنا دائما في السابق قدمنا ندوة بخصوص التداول بالهامش، ولله الحمد تم تداولها بتاريخ 16 بنجاح. والهدف من هذه الندوات أن يستطيعون الأشخاص المعنيين الاطلاع على الآلية والإجراءات. وركزت الندوة على المفاهيم العامة لصناديق المؤشرات المتداولة وآلية تكوين وتداول صناديق المؤشرات وخصائصها ومزاياها. والآن مشاهدينا الكرام ننتقل إلى مركز الفنون في سوق واقف مع نجم قناة الريان علي النعمة لمتابعة أجواء الحفل السنوي للمركز. مساك الله بالخير يا علي والكل معك. يا مرحبا فيك أخوي أحمد وأخوي خالد في الاستديو، أمسي عليكم بالخير وأمسي على مشاهدينا ومستمعين قناة الريان. احنا اليوم متواجدين معاكم في إحدى أكثر الأماكن تراث وسياحة سوق واقف، وبالتحديد مركز سوق واقف للفنون. راح يشاركنا الحديث اليوم في احتفال السنوي للمنتسبين والأعضاء الجدد في مركز فنون سوق واقف أخوي أحمد الشمري، مساعد المدير مركز سوق واقف للفنون. أخوي أحمد، راح فيك على قناة الريان. يا مرحبا تعالي، حياك الله مشاهدينا. احتفال جميل اليوم، كلنا مع الفنانين متواجدين معانا. وش اللي تضمنه الاحتفال اليوم؟ الاحتفال هذا احتفال سنوي للأعضاء والمنتسبين، الاحتفال الثالث على التوالي، يعني للسنة الثالثة في المركز، ومثل ما أنتم شايفين اليوم تخريجهم من آخر السنة استهلون. نكرمهم، ويكون في نهاية الحفل في معرض مصاحب للحفل. بنرجع للمعرض إن شاء الله. كم عدد المنتسبين في هذا الحفل في سنة 2016؟ المنتسبين عامة احنا بدينا من 2014 إلى السنة هذه، صار المنتسبين 18 منتسب عندي و33 عضو في المركز، والأعضاء طبعا قطريين والمنتسبين من جميع الجنسيات. طيب أخوي أحمد، أنا أشوف في فنانين، في ملحنين، في أيضا مصورين. أكيد. أنتم كاحتفال سنوي أو يعني تعملونه كل سنة، لكم الحين 3 سنوات. بالضبط. إيش نوع الأشياء اللي أنتم تحتوونها من فنون؟ هو الفن التشكيلي. نعم، الفن التشكيلي، والفن ما يقتصر على كدكتور أو صحيح. هو هواية. صحيح. فمن يجد في نفسه الرغبة هذه ينضم هنا لنا المركز، والمركز يقدم ورشات أيضا تعليمية بعد مصاحبة على مدار السنة، يصطحب فيها جميع الفن التشكيلي. عندنا مش الرسم بس، الخزف والنحت والخط العربي كذلك. طيب أنت ذكرت الورشات اللي عندكم، شلون الورشات هاي تدعم الفنانين القطريين؟ تدعمهم بالاشتراك، ونهاية الورش هذه يكون فيها يعني. أكيد يطلع في عندنا مواهب سنوية، وبعدها ينضمون للمركز ويكونون من أعضائنا إن شاء الله. طيب أنتم كلجنة تختارون الفنانين، شو المعايير اللي عندكم في الاختيار؟ والله هو صحيح للاعضاء اللي بينضم كفنان قطري في لجنه فنيه خاصه. صحيح. عندها شروطها وقياساتها الفنيه، فعلى ضوءها يتم قبول الفنان في المركز هنا. طيب انتم عندكم يعني توجهكم في فئه عمريه معينه مثلا، ولا في اطفال ولا في كبار؟ لا والله هو من 18 سنه وطالع يعني، بس انه مثلا الاعضاء في شغله حلوه لهم يقدمها المركز، انه حتى يكسب الاعضاء العضويه هذه لما ياخذها تتيح له فرص كثيره، مشاركات خارجيه ومحليه للمعارض، كذلك يحصل على خصومات في محلات تجاريه او اكثر، وكذلك فنادق. هاي نوعيه الاشتراك كنوع من الدعم للفنان او العضو القطري، هذا الحافز يعني لهم. وانتم جهودكم واضحه اخوي احمد. اخوي احمد، انا شفت شوي معاك المعرض الفني اللي انتم تقومونه مع الاحتفال. بالضبط. لو نتكلم بشكل يعني ايش اللي تتضمنه المعرض وش نوعيه الرسمات الموجوده؟ والله الفن تشكيلي عامه، لان هذا نهايه المعرض ضمن الاعضاء القطريين والمنتسبين، فجميعهم مشارك في عدد لوحه واحده، كل فنان اللي تكرموا الليله مشارك معانا في لوحه واحده. طيب انتم كاستراتيجيه مركز سوق واقف للفنون، شنو اللي راح تعملونه ايضا في الاشهر الجايه او في السنوات الجايه دعما لكم من الفنان؟ في على مخطط السنوي، في كمخطط سنوي كورش كذا الورش الفنيه، هي هذه اهم شيء عندنا هنا، اللي تسقل المواهب هذه، وحنا نتمنى القطريين بعد أكيد يشاركونا شوي فيها، هذا اللي المركز يركز عليه. أما المشاركات في منهج سنوي طويل، وأغلبها ينتظم مع فعاليات سوق واقف أيضا، كوننا حنا في مركز ينتمي للسوق. طيب في سؤال أخير لك، بقول لك كلمة توجهها للمنتسبين وللفنانين اللي للحين ما انتسبوا لكم، شو تقول لهم؟ بالنسبة للمنتسبين الجدد الله يوفقهم إن شاء الله. آمين يا رب. ويانا في المركز، ويبدعون إن شاء الله أكثر، ونكون احنا تحت خدمتهم. واللي إن شاء الله ينضم لنا يجينا في المركز هنا، وحياه الله اللي يرى في نفسه أنه عنده الموهبة في جميع الفن التشكيلي عامة، يعني مش خاصة في بعضهم، لأن أكثر بعض الناس اللي يقول كرسم وهذا، لا، في أمور ثانية، الخزف، النحت، كذلك الخط العربي، موجود الورش هنا. بس مشكور تقول ما قصرت، نشجع احنا، ندعم، نتمنى بس الحضور يعني، والورش هذه ايضا مجانيه اضافه. واحنا بعد نقول لك، واحنا بنقول لكم ايضا من قناه الريان، بيض الله وجهكم، وجهك ابيض، وما قصرتوا على تكريم الفنانين، بيض وجهكم انتم، بالعكس هذا واجبنا، ونقول لك بيض الله وجهك اخوي احمد، وجهك ابيض، بيض الله، جزاك الله خير اخوي علي، ما قصرت، شكرا. نعم اخوي احمد واخوي خالد في الاستديو، كنا معاكم من مركز الفنون بسوق واقف، كان معنا اخونا السيد احمد الشمري مساعد المدير لمركز سوق واقف للفنون، تكلمنا عن الاحتفال السنوي اللي يقومون للمرة الثالثة، وأيضا تكلمنا عن المعرض الفني اللي يقومون الفنانين. هذا ما لدي من سوق واقف، نرجع لكم في الاستديو. شكرا لك يا علي، وشكرا أيضا لضيفك الكريم، وهذا نكون وصلنا وياكم أعزائي المشاهدين لنهاية حلقة اليوم من تراحيب، انتظرونا في حلقة الغد بإذن الله. مع السلامة. في أمان الله. مع السلامة.